شوف اخر حاجه عندي عمرو، اعتقد انه دوتش فيلا عملوا حاجه رائعه جدا، رائعه جدا بجد، عجباني جدا. عملوا استطلاع راي. غريبه ان تعجبك حاجه تعملها دوتش فيلا. والله غريبة ان تعمل لي حاجه اوروبيه عموما، يعني انا ما عنديش نظريه المؤامره، بس انا بشوف بعيني يعني، كيف امن لك وهذه اسر فاسي. لكن دوتش فيلا عملت حاجه رائعه جدا، عملوا استبيان راي الكتروني على الموقع بتاعهم، قالوا برايك نسبه الحضور ونسبه اللي هيقولوا نعم لتعديلات الدستوريه قد ايه؟ تخيل طلع كام؟ 60% بنعم. ده مين؟ دوتش فيلا اللي شغال فيها، كان شغال فيها مين؟ يسري فودا ومين 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 دلوقتي. صح. هو ده الاستطلاع الراي قدامنا اهو على الشاشه، وده يعني انا تاني بقول وبشكل واضح، وانا مش هخجل ان اقول انا ما عنديش تغيير مواقف، انا تغيير ظروف. الناس دول انا بهاجمهم عشان بيهاجموا بلدي. دلوقتي بقول انه هذه القناه وهذه المحطه قامت بعمل اراه عمل يتسم بالموضوعيه، لانه ساب الناس تقول والموضوع ما فيهوش راي، ما جابش واحد كاتب ياخد فلوس يقول ده راي الناس الحقيقي يا عمرو، اللي هو 60% ده راي الناس الحقيقي. فين؟ في الدوتش فيلا 60%. 38 قالوا لا، مفتوح، و60 قالوا اه. ده مين اللي قال؟ الدوتش فيلا. فانا تحيه مني، انا بجد بقول، وانا نادرا ما احيي صحافه اجنبيه، نادرا ما احيي محطه اجنبيه، اشك في كل المحطات الموجهه. انا عندي هس طب ما تحيي الناس اللي هم صوتوا في هذا الاستطلاع. اه تحيه طبعا. اللي على فكره الناس اللي دخلت في الاستفتاء بتاع دوتش فيلا وقالوا نعم على راسي من فوق، اللي قالوا لا بالتاكيد 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 وانت هتوافقني، دول من 100%. انا عندي نسبه ناس تقول لا عن قناعه ما عنديش مشكله براحتهم، لكن انا عارف ان في كتائب بيجروا يغزوا اي تصويت عشان يشوه الصوره. صحيح. لكن اعتقد انه الموضوع عدى، ما عادش حد يقدر يوقف الدنيا. احنا المشهد اللي احنا شفناه كان رائع، المشهد اللي احنا شفناه كان بيقول انه المصريين في حاله حيويه سياسيه. الحضور الكثيف امبارح والنهارده بيؤكد عوده الحيويه السياسيه لجسد المجتمع المصري اللي احيانا بيعبر بشكل سلبي في نسبه الحضور. اعتقد انه النهارده وبكره عمرو هيبقى النسبه مشرفه، واعتقد كمان انه التعديلات الدستوريه وصل للناس ان هي مش تعديلات دستوريه، ده تصويت على مشروع مصر المستقبل. صح.